صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مشهد كده شفناه وأكيد كلنا ركزنا معاه أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشهد ده شفناه كان لبنت مصرية من القادرون باختلاف طلبت من سيادة الرئيس أنه يسمعها وأنه يشوفها. الرئيس طبعا لبى هذا الطلب ووقف وسمعها وكان معجب جدا بموهبتها. المشهد ده اتكرر وحصل بالضبط في 2019 تحديدا في المؤتمر الوطني للشباب في العاصمة الإدارية. نفس المشهد بالضبط، هدي المجدي البنوتة الجميلة من ذوي الهمم طلبت ان هي وهي بتكلم بتقول كلمتها، طلبت ان الرئيس، قالت له انا عندي طلب يا رئيس، لا اتفضلي، قالت له قالت له انا عايزاك تسمعني. فبدات تغني وغنت اغنيه لام كلثوم وبالفعل يعني حازت اعجاب كل الحاضرين والرئيس طلع وتصور معاها. طبعا شفنا كل ده بيعكس اهتمام مصر والقياده السياسيه بملف ذوي القدرات الخاصه اللي العالم كله بيحتفل بيهم النهارده تقديرا ودعما لمسيرتهم وكفاحهم مع تحديات الحياة. في الحقيقة السيد الرئيس دايما بيشجع ذوي الهمم في كل يمكن الاحتفالات اللي بيكونوا موجودين فيها، ويعني هم تقريبا موجودين في كل احتفالية صحيح بتحتفل بيها الدولة. عايز أقولك يا شاذلي إن الدولة المصرية يمكن حققت انتصارات كتيرة جدا متعددة لصالح قادرون باختلاف. الانتصارات دي كانت متنوعة ما بين مبادرات رئاسية حكومية تشريعات وحتى قوانين كمان. ولو فاكرين أنه في 2018 السنة اللي خصصها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان تكون للقادرون باختلاف في مصر، واللي وقتها أشدنا بيها واعتبرناها خطوة إنسانية عظيمة بتأكد رعاية واهتمام الدولة المصرية ليهم وانحيازها الواضح لقادرون باختلاف. احنا يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت تغير يمكن في المصطلحات اللي يمكن كانت سخيفة في السابق كنا بنستخدمها في حياتنا، دلوقتي اتغيرت. ويمكن ده أهم حاجة عملتها الدولة المصرية، إن هي بتهتم اهتمام شديد قوي مش بس بمكانتهم ومشاركتهم في الحياة، لكن كمان بحالتهم النفسية وإيه اللي بيضايقهم وإيه اللي ما بيضايقهمش. يمكن هم طلعوا في أكتر من مناسبة بيقولوا إن هم بيتضايقوا من المصطلحات اللي يمكن سخيفة اللي كانت بتضايقهم قبل كده واتغيرت لذوي الهمم دلوقتي. ده بكل تأكيد الدولة حريصة كل الحرص على أنهم ياخدوا حقوقهم، ودي بالمناسبة دي حقوقهم فعلا. الدولة كمان لو نفتكر برضو في سنة 2018 أصدرنا قانون لذوي الهمم أو للقادرون باختلاف، قانون رقم 10 لسنة 2018. الدولة مؤمنة تماما بأنهم بالفعل عندهم قدرات وعندهم قدرات خاصة ويقدروا يتفوقوا في أي مجال. وأعتقد أن احنا خلال الفترة اللي فاتت شفنا نماذج كتيرة جدا تفوقت في مجالات كتيرة سواء الرياضة أو غيرها. شفنا معيدين في الجامعات، شفنا دكاترة، شفنا يعني شفناهم متفوقين بالفعل. يعني هم لما بيتحطوا في مكان بيكونوا قد هذا المكان ومتفوقين وقادرين بالفعل أن هم يثبتوا نفسهم. مصر انتهجت استراتيجية داعمة ليهم وهي التحاور معهم في المؤتمرات والندوات العلمية، خصوصا ما فيش مؤتمر اتعمل في مصر إلا ولازم يكون فيه تمثيل مشرف للقادرون باختلاف، ده عشان يقدموا آرائهم ومقترحاتهم طبعا، لأن الدولة بتعتبرهم نسيج من المجتمع. مش بس كده، مصر كمان عملت مكاتب التأهيل الاجتماعي لقادرون باختلاف، دي عبارة عن مكاتب موزعة في كل حتة في مصر بتستقبل أصحاب الهمم اللي بيطلبوا التأهيل من مختلف الفئات. حاجة كمان، بعض المصالح الحكومية بدأوا دلوقتي في هذا النهج، وبالتأكيد باقي المصالح الحكومية تتبعهم في هذا الأمر، بيعملوا رامب كده، بيعملوا ممر خاص بيهم عشان يسهلوا عليهم حركتهم. الهدف من الموضوع ان هو يعتمد على نفسه ذوي الهمم، ان هم يعتمدوا على نفسهم ما يبقوش مستنيين ان هم يعتمدوا على حد. فجانب من التسهيلات وان كان البعض ممكن يشوفها بسيطه لكن هي مهمه جدا، انه بيعتمد على نفسه وهو رايح يخلص اي ورقه ويخلص اي اجراء في الحكومة. ويمكن هو ده اللي هم كانوا بيطلبوه من زمان، ان هم مش عايزين يعتمدوا على حد، هم قادرين ان هم يعملوا ده لوحدهم. وشفنا ان هم بيتميزوا في مجالات مختلفه وعده، ولما فعلا يعني بياخدوا مكانهم او مكانهم الطبيعي في الحقيقه بيلمعوا في المكان ده وبيعملوا كويس قوي قوي. تاهيل في المكاتب دي
يكون عبارة عن إجراء دراسات وفحوص اجتماعية ونفسية وطبية ومهنية. أهم حاجة بتقدمها المكاتب دي أو مكاتب التأهيل هي إن هي بتوفر أجهزة تعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسي متحركة وتدربهم على مهن مناسبة. ومن الناحية التعليمية اتعملت فصول جديدة عشان تقدر إن هي تستوعب جميع الأشخاص من قادرون باختلاف في المراحل التعليمية المختلفة. وفي مرحلة التعليم الجامعي بقى تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، ويمكن ده دور كبير قوي في الحقيقة، وكان مهم أنه يحصل من زمان لكن كويس أنه بقى بيحصل دلوقتي. وانت لسه بتتكلمي كمان عن توفير الأجهزة التعويضية، كنا لسه بالظبط من 3 أيام كان في اجتماع السيد الرئيس مع وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التضامن ووزير التعليم العالي ووزير الصحة، وكان هذا الاجتماع بخصوص منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. الرئيس اتكلم في أن يكون في مجمع مصانع لإنتاج هذه الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لدعم طبعاً إخواتنا من ذوي الهمم. بكل تأكيد هيبقى عندنا منظومة متكاملة، احنا أصدرناها بالفعل لكن شغالين دلوقتي عشان يكون عندنا مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومن ثم بعد تلبية الاحتياج المحلي يعني تصديرها للخارج، لأنه الهدف في النهاية هو هدف إنساني. عايز أقول كمان حاجة مهمة جداً، الحكومة مولت مشروعات كتيرة جداً لتطوير تكنولوجيا الموبايل والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص من ذوي القدرات الخاصة عشان توفر لهم أي معلومات وتساعدهم على أي تحديات بيقابلوها. كل سنة وكل صاحب قدرة خاصة بألف خير وسعادة. كل سنة ومصر دايماً فخورة بيكم وبكفاحكم وإصراركم على النجاح والتحدي. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.